بكم متابعي انفال تي في، رجعنا لكم في لقاء جديد. موضوع لقائنا اليوم غيكون هو الوضعيه اللي كيعيشوها الاساتذه ديال التعليم الفني في المغرب. معنا اساتذه من اختصاصات مختلفه، معنا الاستاذه ليلى النخيلي استاذه المسرح، ومعنا الاستاذ جلال عبد الكريم استاذ موسيقى. فاليوم غنتمنوا انكم تقربوا المشاهدين ديالنا من الوضعيه اللي كيعيشها القطاع ديال التعليم الفني في المغرب. وضعيه اساتذه التعليم الفني فهي وضعيه غير مستقره وما عندهاش اطار قانوني، فبالتالي في السنوات الماضيه فالاستاذ ما كيستافد من حتى شي حق من الحقوق الشغليه حسب مدونات الشغل، ولكن الوضعيه غادي تتازم في 2019 يناير 2019 ملي تم اقحام شركه لا علاقه لها بالتعليم الفني البيداغوجي. فبالتالي تم اقحام الشركه، وبتزامن مع دخول الشركه تم توقيف شهاده العمل، شهاده الاجره، واي شهاده اداريه فما كبقاش عندنا الحق ناخذوها. بالاضافه لان الاستاذ التعليم الفني ما عنده لا تامين لا بطاقه مهنيه لا تقاعد لا ضمان اجتماعي ولا شيء. بالنسبه لك سي جلال، فسبقتي وقلتي لي في الاوف بان كاينين بعض الاساتذه اللي للاسف يعني اساتذه ديال الفن وللاسف في الاواخر ديال الايام ديالهم ما قدروش انهم حتى يلقاو شكون يتكفل بالدفن ديالهم. فلهذه الدرجه وصلت الوضعيه ديال الاساتذه ديال الفن. بالفعل هذا الكلام انا قلته وراه التاريخ شاهد عليه. اساتذه بقاو عايشين فاكاتير الى الابد حتى ماتوا، وبالتالي دونك ملي يكون فاكاتير ما عنده حتى حقوق، يعني اي بحال قلتي طالب معاشو وقت اللي بغيو يحيدوه. مع العلم ان كما قالت الاخت نخيلي كاين قانون الشغل كيأطر هذا العمل هذا. مع هاد الناس هادو اللي كان هضرت عليهم ديال انهم ماتوا مساكن بدون ما ماتوا هما فاكاتير، يعني هاد الوضعيه بقى الى يومنا، وكتخص بالضبط تقريبا واحد 90 استاذ اللي هو استاذ متفرغ من اصل 286 استاذ. كاين هادشي اللي كنعرفوا حنا كاين تقريبا 281 استاذ، ربما تكون شي حاجه تزادت ولا شي حاجه، ربما يكون شي اساتذه اخر حنا ما كنعرفوهمش. الى يومنا هذا حتى هذاك اللائحه الرسميه ديال الاساتذه اللي كيتخلصوا من الشركه من كازا ايفنت ما كنعرفوهاش، كنعرفو غير الاساتذه اللي صحابنا كنعرفهم في المعاهد. اللائحه اللي كاينه في المدرسه في المؤسسه في كازا ايفنت لا يعلمها الا الله، ما كنعرفوهاش، ما عرفنا شنو فيها. هذه من جهه. راه هاد الناس اللي هما دابا انا كنغوتوا عليهم هاد 90 واحد تقريبا اتوكاسي، يعني الا جمعتيهم كاملين هادو هما اللي قالت الاخت نخيلي ما عندهم حتى شي ضمانات لا تغذيه صحيه لا تقاعد، يعني ما عندهمش شي اطار قانوني اللي كيضمن هذا الحقوق ديالهم اللي مشروعه. لا والو، ما كاينش. هذا هو هذه اللي يقول لك شي حاجه من غير هذا الشيء راه مجانب للصواب. ومن بعد ما ازمات الوضعيه ديالكم في هاد الثلاث سنين الاخرى، واخا هي الوضعيه راه هي من قديم وانتم كتعانيوا، ولكن تزادت ازمات في السنوات الاخيره، فانتم دقيتم مجموعه من الابواب. فشكون هما المسؤولين اللي دقيتوا الابواب ديالهم، وشنو كانت المبررات اللي عطاوكم على هذه الوضعيه اللي كتعيشوها؟ دقينا ابواب وسائل الاعلام اللي هما ما بخلوش انهم يعرفوا بالقضيه ديالنا. راسلنا مجموعه من الجهات المعنيه، منها على قبل الاقتطاعات راسلنا مديريات الضرائب، وراسلنا وزاره الداخليه، راسلنا مجلس اعلى للحسابات، لان الاقتطاعات اللي كيقتطعوا لينا وصلت ل 30%، كانت 17%، هذيك 17% ما عرفناش فين كتمشي. من بعد تم اقتطاع ديال 30% على اجور هزيله، فاحنا راسلنا الجهات المعنيه، راسلنا العمده، راسلنا المسؤولين على الشان الثقافي، ولكن ما كانتش استجابه. قلتي اجور هزيله، غير باش نشرحوا للمواطنين ان الاجور ديالكم ما كتعداش الحد الادنى للاجور، يعني السميك. طبيعه الحال اجور هزيله، وفي نفس الوقت كاين غلاء المعيشه، يعني هاد الناس اللي عندهم دخول كبير وغلباتهم الحياه هذا الوقت، فما بالك باستاذ التعليم الفني، وبدايه مع 2019 وازمه كورونا اللي كانت فيها الانشطه الثقافيه والفنيه محبوسه. يعني نتخيلوا هاد الاستاذ كيفاش دايره الوضعيه ديالو، بالاضافه لان كاين اساتذه اللي الوضعيه ديالهم خاصه جدا. كاين الاساتذه اللي عندهم امراض مزمنه، يعني كيخصو الدواء حياته كامله،
كاين اللي متكفل بوالديه. المهم هو ان هاد الاساتذه هادو راه موراهم عائلات، موراهم مسؤوليات، ما يمكنش هاد الاجر وهاد الوضعيه تضمن لهم الحياه الكريمه. غير باش نقربوا المشاهدين ديالنا، فقبل ما يجي السي جلال ولا لا ليلى جايبين معاهم الوثائق اللي كتثبت الهضره اللي كتقول كيقولوا. فالوثائق كامله فيها مراسلات الجهات اللي لقيتوا الابواب ديالها، ولكن للاسف كي على حساب ما قلتوا انهم لقيتوا تجاهل كبير من قبل الجهات المعنيه. احنا عندنا واحد الحكم قضائي باقي ما تنفذش، كنتظروا التنفيذ ديالو، لان احنا عندنا احنا مسؤوليات. راسنا السيده العمده، لان كنا غنقوموا بوقفه احتجاجيه في نهايه دجنبر، فبالتالي راسلناهم، راسلنا العمده، راسلنا المسؤولين على اساس انهم يفتحوا معنا المشكل ديالنا. لحد الان دابا حنا راه في شهر 5 ودابا قرب يسالي وما كايناش استجابه لحد الان. حنا باقي ما بركوش معانا، باقي ما عطاوناش حلول، باقي ما كاين حتى شي حاجه. كنتمنوا منهم انهم يستجيبوا لينا. غير في اطار التكميل لما قالته الزميله الخيلي، هما هاد الكتابات وهاد المراسلات راه تقريبا راه دوسي قد شنو حطيناه في عهد المجلس القديم، مجلس المدينه، مجلس مدينه كلبيطه. هاد تقريبا هذاك الملف كله تبلوكا، ما كانش كيوصل لعند العمده نهائيا، ما كيشوفوش. هاد دونك هاد الناس هادو اللي جاو المجلس الجديد، حنا استبشرنا بهم خير، قلنا واقيلا غادي سميتو صيفطنا، مشينا جلسنا بالفعل، داروا واحد الالتفاته مزيانه، وهنا داروا واحد مكتب افتحاص. هذا المكتب الافتحاص عيطوا علينا وقال لك غتجيبوا لنا كاع الشكايات ديالكم، فدينا لهم الشكايات كامله من تقريبا من شهر جونفي فبراير مارس افريل. حنا باقي ما توصلناش شنو كاين اشنو المآل ديال الشكايات، واشنو غيديروا معنا كمشتكين كمتضررين، لان كما قالت الاخت راه فينا اساتذه اللي تقريبا دابا 3 سنين ما تخلصوش. علاش؟ لانه كانوا رفضوا يوقعوا الميموارات ديالهم ضد هذيك الشركه اللي جات اللي قحموها هكذا، كاينه خصها تجي هي عندها النشاط ديالها هو ان تشوف المسائل المهرجانات، ما عندهاش علاقه بالشان الاكاديمي، ما عليناش. دونك حطينا كنتسناو، باقي ما جاوبوناش، ما قالوا لنا لا ايه ولا لا، بل اكثر من هذا. وهذا هو اللي بغيت نركز عليه اليوم، وهو ان في عهد المجلس القديم كانوا معروفين الناس اللي هما مشاو للقضاء، والحمد لله نصفهم ومنهم انا نيت، نصفنا القضاء وحكم لصالحنا ابتدائيا واستئنافيا. بقى سميتو المستحقات بقات كتراوح المكاتب تما، باقي ملي جا المجلس الجديد ها هي باقا تما، باقي ما تخلصناش نهائيا من هذا المنبر. كنشوف واش نطلب من العمده هذا اشنو وقع في هذا الملف، واش غتخلصوا الناس ولا لا. اذا هذا الملف هذا بقى جا دخل مكتب الافتحاص، بقى عندهم، حنا كنتسناو دابا شنو غادي يديروا معنا، حتى شي حاجه ما كاينه. انما اللي كنحاول اننا نقولوا على السيده العمده الجديده، وانه رحنا راسلناها ما يقرب من 3 مرات وباقي ما توصلناش ولو برساله. شنو الطلبات ديالكم السيده العمده؟ حنا الطلبه ديالنا هو نجلسوا تجلس معنا السيده العمده وتناقشنا وتسمع لينا اشنو كاين في هذاك القطاع، لانه كاينين الناس، كاين واحد اللوبي كبير اللي كيخبي المعلومه، وماشي مصلحته المعلومه توصل للعمده. الا توصل للعمده المعلومه كيوصلوا لها واحد الخبر، كيوصلوا لها حوايج اخرين. شنو هما كيوصلوا لها؟ مثلا راه كل شيء زوين، العام مزيان، الجوق ديال البعاد خدام، يمشي للحفلات، يدير قدام المسؤولين اللي يجي سميتو، ولكن راه شجره كتخفي واحد الغابه كبيره تما. وهنا ملي كنبه انا السيده العمده بانه ضروري ما تجلس تسمع الطرف الاخر، لانه يعني على حسب ما كيبان دابا كاين واحد اللوبي صغير دابا، كاين دابا من الناس القدام اللي هما كانوا في المجلس القديم، دابا كيحاولوا يثبتوا بليصهم، وبالتالي يزينوا الاعمال ديالهم قدام العمده الجديده، باش ربما ما يكونش شي اجراءات في حقه. ولكن حنا
غادي نطالبوا بسميتو بالمسائل كلها توضح قدام العمدة وتعيط علينا وعليهم على الاخوان الاخرين اللي حنايا كنشتكيو من الشطط في استعمال السلطه ديالهم كما شرط لي الاستاذه. شطط كبير نعطيك من غير من غير الشطط اللي كاين هو ان هذه 3 سنين ملي جا واحد المدير جديد جابوه للمجلس القديم. هذا المدير هذا بعدا اولا جابوه بدون ما يدوز لا امتحان كفاءه ولا حتى حاجه، جابوه حطوه حتى الماضي ديالو في الاداره ما ربما ما سولوش عليه كاع شنو كان كيدير، لان كان كيدير نفس المعهد كان كيسير نفس المعهد. وقع اللي وقع في واحد المده معينه من الزمان ومشى بحالاته طردوه، وما من بعد 24 عام كيرجع. وهاد ما عرفناش واش هذا المجلس القديم كان شاف هذا الشيء هذا ولا خاضوا بعين الاعتبار. هذا المدير يعني دار شطط في استعمال السلطه بالمعقول. شنو هو اول شطط؟ هو انه التف على واحد البند دستوري في المغرب اللي هو الحق في العمل النقابي والانتماء النقابي. راز النقابات كامله من المعاهد، ونتحدى السيده العمده الا كتسمع تشوف فيها انها تلقى في اي معهد من المعاهد التابعه لمجلس المدينه نقابه وحده باقا ما بقاش. يعني انت كتقول بان يعني تم توقيف يعني طرد مبطن تعسفي مبطن لمجموعه من الاساتذه المناضلين. حنا في بلد ديمقراطي ولا يعقل اي واحد وقع عليه التعسف انه تتعرض للتوقيف. الا كنا فعلا حنا بلد ديمقراطي ودستوري وكنامنوا بالديمقراطيه. يعني انتم كتقولوا بان المدير ديال المعهد وقف اي عمل ممكن انه يعني اي جهه انها ممكن انها تدافع على الحقوق ديالها. والو انا كمندوب نقابي وممثل ديال الاساتذه في النقابه ديالنا ونائب الكاتب العام، انا يعني على هذه الصفه ديالي توقفت من وقفني هذاك المدير ومشى وقفني. رحنا راه دخل معايا في شجار ورحنا في المحكمه انا وياه وباقي الان ما عرفناش الماء ديالها. حنا ما ندخلوش في النزاعات، نبقاو في الموضوع اللي كيعني الاساتذه كاملين. فهذه الوضعيه يعني اللي فهمنا ان الوضعيه صار يعني بصريح العباره انها تقريبا وضعيه كارثيه انطلاقا من الهضره اللي قلتو انكم ما كتستافدوش اولا من الاجور يعني هزيله، ثانيا ما عندكمش التقاعد ديالو من قوانين منظمه العمل ديال مدونات الشغل. فمن بعد هاد الدعاوي اللي دخلتوا فيها وهاد الشكايات اللي رفعتوها والابواب اللي دقيتوا والى ما تمش الاستجابه لهاد المطالب ديالكم شنو التصعيد اللي ممكن تفكروا به؟ معلوم غادي نواصلوا النضال ديالنا، غادي نراسلوا جهات، غادي نراسلوا الاعلام، غادي نقوموا بوقفات احتجاجيه ونقدروا نوصلوا حتى الاعتصامات. فالحق ديالنا ما غاديش نتنازلوا عليه، لان لا يعقل الاستاذ خدام سنين كاين اللي خدام 40 عام كاين اللي خدام 30 عام كاين اللي عنده الاقدميه ديال 20 عام ويجي في بين ليله وضحاها يتجرد من جميع الحقوق ديالو. ومن ضمنها الحقوق النقابية والحق انك تمشي تدعي الاداره. الان وانا كنقولها امام الراي العام وراه ما خليت فين قلتها، كيقولوا لي المسؤولين لا القدام ولا واحد جوج باقيين دابا من القدام كيقول لك ايوا انتم داعين المجلس ما عندنا ما نديرو بكم بحال هكذا، انتم مشيتوا للقضاء. اللي بغى يرجع يدير تنازل ويدير استعطاف ويرجع، يعني يسامح في حقه ويجي. وانا من هذا المنبر كنقول السيد وزير الداخليه المحترم راه شطاب باستعمال سلطة كبير كاين في, 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 في المعاهد ديال الدار البيضاء وعلى راسهم المسؤولين اللي باقين من العهد القديم واللي كيقولوا الان انتم داعين مشيتوا للمحكمه اذا انتم راكم حليتوا بحال كنسن دوك لي باريا دوك اللي غير مرغوب فيهم. غير هي واش اللجوء الى المحكمه جريمه؟ غير هي بالنسبه للجوء للمحكمه فاحنا ما جيناش ولجئنا للمحكمه، حنا كنا راسلنا السيد المفوض له الشان الثقافي وتكلمنا معاه في لقاء مباشر على الاذاعه الوطنيه وقال لنا بان الشركه جايه باش تصلح الوضع، ولكن حنا تكلمنا معاه على الاقدميه ديالنا فقلنا ممكن تلجؤوا للقضاء باش تاخذوا الحق ديالكم لان ما كانش عاطينا حل، فاضطرينا نلجؤوا للقضاء ماشي باش اننا نخلقوا المشاكل وانما حفاظا على حقوقنا. هادشي اللي طلع تاكل الكرموس ونزل شكون قال لك سير للمحكمه، وملي تمشي للمحكمه ويحكموا لك يقول لك علاش مشيتي للمحكمه انت داعي للمحكمه
ما عندنا ما نديرو. كلمه اخيره اللي بغيت توجدوها للمسؤولين؟ كنتمنى من المسؤولين على الشان الثقافي في مدينه الدار البيضاء انهم يراعوا الجانب الانساني والجانب القانوني، لان الفنان كيلعب دور كبير في المجتمع، وتا هو انسان وتا هو عنده مسؤوليات، وناشدوا الضمير فيهم انهم يلتفتوا لنا باهتمام وياخذوا الملف ديالنا باهميه. ولا انا كنضيف الاخت، انا كنناشد السيده العمده ولا السيد رئيس اللجنه الثقافيه اللي جديد دابا، انه راسلنا وعطيناه ملف كامل من نفس الملف اللي عطينا الافتحاص، عطيناه الكتابه ديالو. نتمنى من السيده العمده ومن السيد الرئيس ديال اللجنه الثقافيه يسمع لينا ويجلس معنا، والحلول كاينه، غير هي باش نبقاو نمشيو ما كيستقبلنا حتى واحد، هذا لا يعقل. وكان هذا هو لقائنا مع الاساتذه ديال التعليم الفني في المغرب في تخصصات مختلفه كيف سوقنا وشرنا، فاحنا على امل ان الصوت ديالهم يوصل للجهات المعنيه ويتم الحل ديال المشكل ديالهم. فهذا هو لقائنا اليوم، على امل لقائكم في لقاء جديد وفي موضوع جديد ومع ضيوف جداد. بسلام عليكم.